ليه بنبتدي بحاجه زي كده؟ ان يعني موضوع زي ده، ان ده طبعا ليه تاثير على الاستثمار كمان. على الاستثمار في سوق الاوراق الماليه والاستثمار المباشر كمان. يعني هو احنا عارفين ان كتير جدا من الشركات اللي في السوق بشكل عام، مش بس في بورصه الاوراق الماليه، اتاثرت بالفايده المرتفعه، لان في الحقيقه ده جعل كتير من الشركات تفكر اكتر من مره في ان هي تقوم بالاقتراض وبالتالي توسيع اعمالها، واذا كان هتعمل خطوط انتاج جديده او غيرها. وكتير من الشركات اللي عندها حجم ديون كبيره تحولت للخسائر، لان الرفع الماليه او القروض اللي هي واخداها كانت تكلفتها اعلى من معدلات العائد اللي هي بتحققها، وبالتالي كان الشركه بتخسر.